2-0 ان شاء الله. 2-0 في جازيو. طالع دلوقتي من الفندق علشان اتفرج على مباراه الجزائر واوغندا، ودي دعوه علشان اقعد في الماسوره الرئيسيه، ولكن انا مش هقعد في الماسوره الرئيسيه، احب اكون موجود في وسط الجماهير. اخويا الحرب هنكسب كام النهارده؟ شوف انا هدفع على الزيتا ان شاء الله هنربحهم. كام؟ قول لي الرقم. معاش هنكسب كام يا معاش؟ اليوم 4-0. لا اخويا يا حكيم، كام يا حكيم هنكسب كام؟ مين نكسب وخلاص؟ لا انا اقل من 4 مش هقدر. هو اللي بيقول النتيجه الصح. قول يا حكيم نكسب وخلاص. لا قول لي النتيجه. نكسب، قول لي النتيجه. نربحوا ان شاء الله. لا اقبل، قول لي النتيجه. نربحوا 2-0 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. انطلاقه لقصه جديده، انطلاقه اليوم، الانطلاقه قصه جديده ممتعه ورائعه ان شاء الله. استنونا يا جماعه، هندخل الملعب دلوقتي ونقول لكم كل التفاصيل اول باول. وصلنا 5 جول يا جدعان ودخلنا الملعب، لسه طبعا بدري على بدايه المباراه. زي ما انتم شايفين كده الملعب ورانا 5 جول، يلا بينا ننزل الملعب. الهدف الاول ولسه هدفين يا جماعه، ما تستعجلوش، لسه هدفين ان شاء الله. الله اكبر، يوسف بن ليلى، الله اكبر، يوسف بن ليلى، الله اكبر، يوسف بن ليلى، الله اكبر.
الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين 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 الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين 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 الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين 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 الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين الماتش قلت لهم تيجي كام؟ قال لي 2-0. قلت 2-0 يا رب تيجي 3 بقى وتوقعت 3. حبيبي ما شاء الله ما شاء الله حبيبي يا غالي نورنا هنا في الجزائر. مقابله ممتازه ممتازه ان شاء الله تكون بديل بدايه باذن الله. شبيه 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 ش